أول شيء أرحب فيكم يا شباب وفي هذه المحاضرة اللي تقريبا هي أول محاضرة لنا في مادة الإدارة العامة، وأتمنى إن شاء الله أنه أقدر أعطيكم ولو نبذة بسيطة عن هذا المجال الرحب الواسع واللي أتمنى إن شاء الله أنكم تستفيدوا منه بإذن الله في حياتكم العملية والحياة الدراسية إن شاء الله والعلمية. طبعا موضوع الإدارة العامة موضوع واسع جدا، موضوع كبير ضخم. بدأت دراسة الإدارة العامة منذ مئات السنين، لكن لم يتبلور هذا العلم ولم يظهر بصورة منظمة إلا تقريبا في بداية القرن الماضي اللي هو القرن 19، وبالتحديد كان أول من كتب عن هذا الموضوع كتابة منظمة ومرتبة كان هو العالم وايت في عام 1926، وحنشوف بإذن الله ماذا كتب هذا العالم عن موضوع الإدارة العامة. في البداية نرى محتويات المحاضرة وهي كما ترون أمامكم في الشاشة. في البداية نعرف الإدارة العامة، نتكلم عن التعريفات المختلفة للإدارة العامة من وجهة نظر العلماء من مختلف الطبقات ومن مختلف الخلفيات العلمية. بعد ذلك نرى أو نفند في مجموعة من النقاط أهمية الإدارة العامة. لماذا ندرس الإدارة العامة؟ ما هي أهمية هذا العلم للمجتمع وللعالم وأيضا للبيئة؟ ما هي فائدته؟ النقطة الثالثة التي نود الحديث عنها هي علاقة الإدارة العامة بالعلوم الأخرى. ما هي علاقة الإدارة العامة بعلم مثل علم النفس أو علم الاجتماع أو علم الاقتصاد؟ هذه كلها إن شاء الله نتكلم عنها في النقطة الثالثة هذه. وأخيرا نرى ما هو الفرق بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال، وكلنا يعلم أن سواء كان الإدارة العامة أو إدارة الأعمال كلهم علوم تعتمد على الإدارة بحد ذاتها يعني، ولكن هناك اختلافات بسيطة وهناك آراء كثيرة حول هذا الموضوع، ولخصت هذه الآراء جميعها في ثلاثة نقاط سوف نتكلم عنها إن شاء الله في هذا الموضوع. تعريف الإدارة. في البداية كما قلت لكم عرف الإدارة ليونارد وايت هذا العالم، عرفها بأنها جميع العمليات التي من شأنها تنفيذ السياسة وتحقيق أهدافها. هذا العالم كان من أوائل العلماء الذين تكلموا عن هذا العلم وكتب عنه كتب، وذلك في عام 1926. وإذا نظرنا إلى هذا التعريف وجدنا أنه يحتوي على مجموعة من النقاط. أول شيء يقول جميع العمليات هو يقصد بها جميع النشاطات الإدارية، وسوف نرى أن هذه النشاطات الإدارية هي عبارة عن نشاطات مثل التنظيم ومثل التخطيط والقيادة والتوجيه والرقابة. كل هذه النشاطات يقصد فيها العالم وايت يقصد فيها هذا الكلام، والتي من شأنها تنفيذ السياسة وتحقيق أهدافها. يقصد هنا بالسياسة يقصد السياسة العامة للدولة. كلنا يعرف أن جميع الدول لها سياسات مختلفة عن بعضها البعض، كل دولة تقوم عن طريق خبراء وعن طريق منظرين لهذه الدولة منذ إنشائها بوضع سياسات عامة للدولة. وظيفة الإدارة العامة تنفيذ هذه السياسات، تنفيذها وليس إنشائها وليس يعني تطوير هذه السياسات، لا، هذا عمل أناس آخرين، ولكن وظيفة الإدارة العامة تنفيذ هذه السياسة. يعني أن الإدارة العامة هي
مسؤولية الجهة التنفيذية في الدولة. نعلم أن هناك جهة تشريعية، ونعلم أن هناك جهة قضائية وجهة تنفيذية. وظيفة الجهة القضائية إصدار أو التحكم في القضايا، أو يعني البت في الأحكام بين في يعني في الأمور بين الناس، في المشاكل بين الناس وهكذا. وظيفة الجهة التشريعية هي إصدار هذه السياسات، إصدار هذه السياسات والقوانين، والتي يعني تقوم الإدارة العامة بتنفيذها وتحقيق أهدافها. نعم، لأن الإدارة العامة تقوم بتنفيذ هذه السياسة، إذن هي في النهاية تحاول أن تحقق هذه الأهداف. يقول نايجرو النايجرو، هذا عالم، يعني هؤلاء عالمان، هذان عالمان من علماء الإدارة العامة، تكلموا أيضا عن تعريف الإدارة العامة، وقالوا أنها مجهودات جماعية تعاونية تشمل فروع السلطات الحكومية الثلاث: القضائية والتشريعية والتنفيذية، وعلاقتها مع بعضها، وهي تلعب دورا مهما في صناعة السياسات العامة، وتختلف اختلاف جوهري عن الإدارة الخاصة. هنا نرى جزء بسيط من الآراء التي تكلمت عن موضوع العلاقة بين أو الفروق بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال. الإدارة الخاصة هي التي يقصد فيها إدارة الأعمال. فهنا يقول العالمان مجهودات جماعية تعاونية، أي أن الإدارة العامة عبارة عن مجهودات جماعية، لابد أن تكون منظمة. هذه المجهودات لابد أن تكون منظمة في شكل تنظيم معين، في شكل وزارة، في شكل إدارة، في شكل منظمة، أيا كانت هذه المنظمة. تشمل فروع السلطات الحكومية الثلاث: القضائية والتشريعية والتنفيذية، وعلاقتها مع بعضها، هنا يقصد بالعلاقة أي أنه لابد أن يكون هناك علاقة بين الجهات القضائية والتشريعية وبين الجهة التنفيذية، وهي الجهة الإدارية خاصة بالإدارة العامة، وتلعب دورا مهما في صناعة السياسات العامة، وتختلف اختلاف جوهري عن الإدارة الخاصة. هل هذا الكلام يتناقض أم يسري مع قولنا أن الإدارة العامة لا تصنع السياسة العامة وإنما تنفذها؟ هل هذا الكلام يتعارض مع هذا المفهوم أم هو يتوافق معه؟ من عنده إجابة؟ شباب تفضل. يتعارض مع ما قلنا. في الحقيقة لا يوجد تعارض بين ما قلناه وما هو مكتوب هنا، لأنه صناعة السياسات العامة ليست فقط إصدار القوانين والسياسات، وإنما الاستشارات، تقديم الاستشارات وتقديم الخبرات وهكذا. هذا هو دور الإدارة العامة في صناعة السياسات العامة. دور الإدارة العامة ليس هو وضع هذه السياسات، وإنما تقديم الخبرات والاستشارات اللازمة لصناعة هذه السياسة. نعم، يعني ما قلناه في البداية يتوافق مع هذا الكلام، والتي تلعب دورا مهما، هنا ذكر تلعب دورا مهما، وهو هذا الدور هو تقديم الاستشارات وتقديم المشورة وتقديم الخبرات الكافية لصناعة أو وضع هذه السياسات العامة. وتختلف اختلاف جوهري عن الإدارة الخاصة، وسوف نرى هذا الكلام بعد يعني إن شاء الله شريحتين أو ثلاثة. تعريف آخر من تعريف الإدارة العامة للعالم دوايت والدو، يقول تنظيم يعني أن الإدارة العامة هي تنظيم وإدارة الأشخاص والموارد لتحقيق أغراض الحكومة. هي تنظيم وإدارة الأشخاص. طبعا نعرف أن الإدارة